رح أعمل هلأ كيكة الجزر اللي طبعاً كتير زاكية وكتير مرغوبة وكتير الناس بحبوها، وطبعاً كل واحد بضيف لمسته الخاصة وذوقه على الكيك اللي بيعملها. أنا رح أعملها كمان بلمستي أنا. أول شيء رح أبدأ فيه أنه أسخن الجوز وزبيب. أنا بالوصفة تبعتي بحط جوز وزبيب بقلب الكاروت كيك. هلأ ليش بدي أدفيهم؟ بدي أدفيهم عشان شو بصير هلأ؟ دائماً مش لما تعملوا أي كيك أو شيء فيه جوز لوز هاي الأشياء بتلاقيها بتنزل مرات في قاعدة القالب، بصفي كلهم تحت ومش منتشرين بكل الكيك. هلأ هاي الطريقة اللي بعملها إني لما أسخنهم شو بصير؟ بتبخر منهم شوية مي، يعني بخار خفيف، يعني إلا كل في سوائل بكل إشي، بصيروا أخف وهشين. لما يصيروا أخف ببطلوا يغطسوا تحت، بصيروا خفاف يعني، فبنتشروا بالكيك أكتر وما بوقعوا بالقاعدة أبدا. بس أنا بدي إياهم مش بس هيك يسخنوا، بدي أضيف لهم إشي كتير بيعطيهم طعمة زاكية، إنه بدي أرش عليهم شوية طحين. الطحين هلأ بس أحط عليه البهارات تبعت الكيكة الجزر وبحركهم شوي، يعني شي معلقتين صغار من الطحين نفسه هاد بقلبهم، فالطحين هذا بتحمص شوي معاهم وبيعطي نكهة هيك في تحميصة خفيفة، وبذات الوقت بدخل بقلب الكيك طبعا من هو من الطحين اللي بدنا نعمله. هلأ أول شي بدي أجيب مقلاي أحط فيها الجوز والزبيب. بس خليني قبل نسيت أحط البهارات. لكيكة الجزر بدي كوبايتين طحين منخلين طبعا، بضيف عليهم معلقتين صغار قرفة، نص معلقة صغيرة قرنفل مطحون، معلقة صغيرة جوزة الطيب، رشة ملح، بخلطهم كتير منيح، بحط مقلاية وسيعة على النار، بحط فيها كوباية جوز مفروم خشن، نص كوباية زبيب، وبضيف عليهم معلقة كبيرة من خليط الطحين، بحركهم على نار هادية لحتى يسخنوا وبطفي النار. على الطحين بضيف نص معلقة صغيرة كربونات، معلقتين ونص بيكنج باودر، وبخلطهم كتير منيح. هلأ بدي أخفق الكيك. أول إشي بدي أبدأ بالبيض، أخفقه كتير منيح وأضيف عليه السكر، يضل يخفق ليصير يتضاعف حجمه ويصير لونه فاتح. بعدين بضيف الزيت النباتي وكمان بخفق رح يصيروا كتير، يعني حجمهم كتير كبير. بعدين رح أضيف الطحين والجزر لكن مش بالماكينة، بإيدي. يعني الطحين عشان يضل الكيك فلافي مش لازم كتير نعجنه، وبعدين الجزر فيه مي كتير طبعا داخله، إذا عملته بالماكينة بتطلع ميته ما بتزبطش الكعكة كتير بتغلبنا. بعدين أنا سخن عندي الزبيب والجوز طفيته، بس لازم لما أضيفه يكون بعده سخن، لازم يكون سخن، فبدكم توقتوا إمتى تحطوه تسخنوه خلال عمل الكيك، مش يكون تحمص وبرد، إذا بدكم ترجعوا تسخنوه بنحرق. يعني بهاي دقيقة شوي الشغلة. خليني أبلش هلأ بالكيك. لعمل عجينة كيكة الجزر بكسر 4 بيضات واحدة واحدة لأتأكد من أنهم سليمين. بدير البيض في الخفاءة الكهربائية، بضيف عليه معلقة صغيرة فانيلا، بخفقه كتير منيح. بوقف الخفق، بزيد عليه نص كوباية سكر بني، كوباية سكر أبيض، وبخفق مرة تانية كتير منيح. خلال الخفق بدير عليهم كوباية زيت نباتي، بوقف الخفق، بزيد الطحين
وبقلبه بالويسك. بضيف الجزر المبروش، بزيد الجوز والزبيب اللي لازم يكونوا لسه سخنين كتير، وبقلب منيح. هلا خلصت ضرب الكيك، اختلطت كلها ببعضها، وانا مولع الفرن على 180 قبل 10 دقائق، يعني لازم دائما الفرن يكون محمى. وبس بدي ادهن القالب بشويه زبده، انا حطيت له بارشمنت بيبر بالقاعده، بس الجوانب بدي احط زبده، ما راح احط طحين لانه ما بتلزق. فهلا بدي ادهن. بعدين هلا انا عملت الكيك، هلا ما بصير احطها واستنى وبعد ساعه اروح اخبزها، بروح مفعول البيكنج باودر والكربونات كله. دغري الكيك لما ينعجن ويدخل السائل على الطحين لازم تنخبز فورا. هلا بدي ادهن زبده وادير الكيك وعلى الفرن. بقالب للكيك حاطه فيه بارشمنت بيبر، بدهن جوانبه بالزبده او بسمنه نباتيه. بدير فيه خليط الكيك بحطه بفرن حامي على درجة 180 تقريبا مدة 40 دقيقة لحتى ينضج. هاي الكيك الحلوة، كيكة الجزر، طلعت من الفرن بردت وقلبتها، هلأ يعني فاترة شوي هي. هلأ بدي أعمل إشي كتير حلو للتزيين بالجزر، بدي أقص الجزر وأحطه أطبخه بقطر. نحتاج لحبتين جزر كبار، بقسمهم بالنص طوليا بواسطة قشارة، بعمل شرحات طويلة من الجزر بتكون رقيقة كتير. في طنجرة صغيرة على النار بحط كوباية سكر عادي، كوباية مي، وبغليهم. لما يبلشوا يغلوا بزيد عليهم نص معلقة صغيرة عصير ليمون، بضيف شرحات الجزر اللي قطعتهم، بخليهم يغلوا مدة 5 دقائق. لما يتغير لون الجزر ويصير طري بطفي النار، برفع شرائح الجزر وبحطهم على صحن لحتى يبردوا. لعمل صلصة التشريب، طنجرة صغيرة بحط 3/4 كوب حليب أو كريمة، بحط عليهم 3/4 كوب سكر بني وبحرك لحتى يدوب. بزيد عليهم 3 معالق كبيرة زبدة وبحرك. بزيد عليهم 1 معلقة كبيرة عسل وبحرك وبستنى لحتى يغلي المزيج. بزيد عليهم 2 صغار فانيلا وبحرك وبطفي تحتهم. كيكة الجزر جاهزة وباردة. قبل ما أبدأ أزين كيكة الجزر بوزع تحتها ورق بارشمنت بيبر مقصوص حتى ما يتوسخ صحن التقديم. بواسطة سكينة رفيعة بعمل ثقوب عميقة على سطح الكيك، بشربها بنص كمية صلصة التشريب السخنة اللي عملتها. هلأ بدي أعمل تغليفة اللي هي الجبنة الكريمية مع زبدة وسكر ناعم، مش كريمة، بدنا نعملها بالجبنة الكريمية. بدي أخفقها وأحطها فوق الكيك. لتحضير تغليفة الكريمة بحاجة ل 400 جرام جبنة كريمية بحرارة الغرفة، 100 جرام زبدة طرية، 2 كبار سكر ناعم،
ونص معلقة صغيرة فانيلا. وبعد هيك بخلطهم بالخلاط اليدوي لحتى يتجانسوا. بفرد المزيج فوق الكيك على السطح وعلى الجوانب. بغلف كيكة الجزر كتير منيح بالكريمة اللي عملناها. وبالآخر بزينها بشرائح الجزر اللي مطبوخ بالسكر. هاي كيكة الجزر اللي فيها لمسة حلوة أظني، وطعمة طبعا كتير كتير رائعة، وسهل عملها، ما بدها إشي، مجرد ما عرفنا إيش أسرار الشغلة والتزيين ما فيها أبدا أي صعوبة.